قامت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بافتتاح المختبر الآلي للأحياء الدقيقة والمختبر الخاص بالتحاليل المتصلة بالفطريات والبكتيريا بقسم المختبرات في مجمع السلمانية الطبي. من نافذة العمل الحكومي المنظم والهادف، ومن دواعي الإنجاز السريع ولضرورة العمل الدقيق في توفير نتائج التحاليل الطبية المختصة بتشخيص الحالات المرضية كل على حدة، تم افتتاح ميكنة مختبر علم الأحياء الدقيقة ومختبر التحاليل الفطرية والبكتيرية في مجمع السلمانية الطبي بتكلفة إجمالية طافت حاجز 1,000,000 دينار بحريني وبمدة زمنية استغرقت 9 شهور، كانت شاهدة على آلية سير العمل المراد إتمامه من جهة، وعلى كيفية توفير أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية في مجال المختبرات من جهة ثانية. طبعا هذا التدشين أولا المختبر الرئيسي المركزي اللي هو يطلق عليه الكور لاب، الذي يتمتع بأفضل التكنولوجيا الحديثة، ولا يخدم فقط مجمع السلمانية ولكن يخدم أيضا جميع المراكز الصحية 28 الموجودة في مملكة البحرين، وأيضا المختبر الأحياء الدقيقة الذي يعتبر هو نموذج على مستوى منطقة الشرق الأوسط لا يوجد له مثيل. هذا الإنجاز الطبي سيكون له أعظم الأثر الإيجابي في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى من خلال توفير نتائج التحاليل بسرعة كبيرة وبأقل عدد من الفنيين، بالشكل الذي يسهم في تقليل مدة إقامة المرضى بالمستشفى وإعطائهم الأدوية والمضادات الحيوية الملائمة لطبيعة أدوائهم. أصبح يعني مثال لعينة تصل المختبر من المركز الصحي بعد أخذ العينة من المريض، كان في السابق تأخذ 2-3 يوم لغاية ما تطلع النتيجة، الحين في نفس اليوم اللي تصل فيه العينة من المريض النتيجة بتكون موجودة على الكمبيوتر. أصبح الآن ملف الإلكتروني الطبيب وهو في العيادة يطلب اسم التحليل، يذهب المريض إلى سحب الدم يأخذ العينة، وأهم شيء الشفرة اللي تلصق على العينة، هذه الشفرة من خلالها يتعرف الأجهزة هني على نوع التحليل المطلوب والنتيجة تطلع من الجهاز وتروح على طول على الكمبيوتر. ربط مباشر مع المراكز الصحية المنتشرة بالمملكة كافة، واطلاع مستمر وعلى مدار الساعة على أعداد وماهية التحاليل المخبرية التي تشهدها المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى جانب المستشفيات والعيادات في القطاع الخاص في المرحلة القادمة، الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية بكيفية عمل المختبرات لما تقوم به من دور حيوي يتحرى صفة وأمكنة وخطورة الأمراض التي تصيب الراجين من التعافي منها. كل الأجهزة اللي موجودة راح تساهم في نتيجة الحصول على نتيجة للمريض في أقرب فرصة، بعد ما كان الأول يحتاج على الأقل من 48 ل 72 ساعة، الحين خلال 24 ساعة نقدر نعطي المريض شنو نوع البكتيريا اللي عنده وشنو المضادات الحيوية اللي ممكن يستفيد منها. يقدم أجود أنواع الخدمات من ناحية تقليل ونسبة الخطأ والسرعة في إصدار النتائج للمرضى، مما يؤثر إيجابيا على تشخيص الحالات وسرعة ابتداء العلاج للمريض. ومضة أخرى تسطع في سماء وزارة الصحة في محاكاتها لمختلف الممارسات الدولية المتطورة المعنية بتوفير أمثل الخدمات الطبية لكل متلق لها. خطوات تسلسلية بأسلوب طبي مستحدث يراعي طبيعة التحاليل المخبرية وسرعة البت فيها لتأتي النتائج شافية لكل حالة مرضية تنتظر الإجابة التامة عن وضعها الصحي. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.